تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن معركة الحويجة قد تكون الوجهة القادمة بعد قضاء تل عفر. وكان تحالف القوى العراقية دعا مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي لوضع خطط فورية لتحرير قضاء الحويجة بعدما ترددت أنباء عن وقوع مجازر على يد أفراد داعش بحق المدنيين الذين يحاولون الفرار من القضاء. قال مدير المكتب الإعلامي لقوات شباب السنة محمود أبو غازي لأخبار الآن، قال إن روسيا عمدت إلى توجيه اتهامات لفصيل شباب السنة باستخدام أسلحة كيميائية بسبب الرفض المستمر للفصيل التنازل عن ثوابت الثورة السورية. يذكر أن قوات شباب السنة كان لها الدور الأكبر في دعم معركة الموت ولا المذلة التي أفشلت مخطط النظام بالوصول إلى معبر درعا القديم. اعتقلت السلطات اللبنانية شخصا يشتبه بأنه قيادي في تنظيم داعش في بلدة عرسال شمال شرقي البلاد، واعترف المتهم بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش في وادي الحصن وتشكيله خلية إرهابية أطلقت صواريخ باتجاه عدد من البلدات اللبنانية، إضافة إلى تجهيزه سيارات مفخخة انفجر بعضها في الداخل اللبناني. قتل وجرح عدد من مقاتلي جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة البيضة جنوب شرق العاصمة صنعاء. وشنت قوات الجيش هجوما عنيفا على عدد من مواقع الميليشيا الانقلابية في منطقة كعواش في مديرية ذي ناعم، أعقبه معارك عنيفة بين الطرفين. ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح على معظم محافظة البيضة التي تنشط فيها أيضا بعض الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة. أرسلت القوات البحرية الأمريكية سفينتين للإسهام في إزالة آثار العاصفة المدارية هارفي التي ضربت جنوب شرق تكساس وصولا إلى لويزيانا. ونشرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 2000 جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ في تكساس، حيث شارك الجنود في عمليات البحث والإنقاذ داخل البيوت الغارقة في مياه الفيضانات التي سببها الإعصار. نبه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى أن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر، وحث الصين على أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة. وأوضح لودريان أن الوضع خطير للغاية وأن كوريا الشمالية تضع لنفسها هدفا بأن تمتلك صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية خلال بضعة أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.